أعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم 25 من هذا الشهر كان واضحا في أولا اعتبار الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب العراقي دستورية وقانونية، أي أن مخرجاتها قد تم تثبيتها وأصبحت الأساس الأول للاستحقاقات الدستورية القادمة، أي بمعنى أنه بعد كل انتخابات العراق يكون أمام ثلاث استحقاقات أو محطات. المحطة الأولى أو الاستحقاق الأول هو انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه. هذه النقطة كانت مثار انتقاد أو مثار دعوة أقامها نائبين أمام المحكمة الاتحادية، والتي نظرت فيها خلال جلستين وأصدرت قرارها يوم 25 باعتبار أن الجلسة قانونية ودستورية، وأن مخرجات هذه الجلسة أي أن ما تم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأن هيئة الرئاسة التي تم تعطيل أو إيقاف أعمالها بموجب الأمر الولائي الصادر يوم 13 من هذا الشهر قد تم أيضا إلغائه، أي أن المحطة الأولى من الاستحقاقات الدستورية قد تمت، وبالتالي كنا اليوم أمام بيان أو اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، حيث حددت يوم 31 من هذا الشهر موعدا لإعلان أسماء المرشحين بمنصب رئيس الجمهورية، وأن الجلسة القادمة أو الجلسة الثانية لمجلس النواب سوف تكون في 7 شباط، أي ضمن الاستحقاق والمدة الدستورية القانونية، أي أننا سوف ندخل أو دخلنا المحطة الثانية من الاستحقاق الدستورية، وهي انتخابات وهي انتخاب رئيس الجمهورية القادم بكل سلاسة وبكل انتظام وبكل قانونية، لأنه يجب أن نكون صريحين وواضحين أن المسار الدستوري أو القانوني في العراق ليس دائما هو الحاكم أو الناظم للعملية السياسية في العراق أو العملية الدستورية، بقدر ما أن الدستور والقانون يسير بموازاة العامل السياسي، أي بموازاة التوافق السياسي، بموازاة الاتفاق السياسي بين الكتل الكبيرة، بين الكتل التي الحاصل على أعلى عدد من الأصوات أو الكراسي في مجلس النواب. لذلك علينا أن نتفائل ونتفائل أكثر عندما نصل إلى يوم 7 شباط، عندما يتم انتخاب رئيس الجمهورية، والذي سوف نكون أمام الاستحقاق الأكبر أو الاستحقاق الصعب تحقيقه في ظل التشظي الموجود في بيت أحد المكونات العراقية، والتي نأمل أن تصل إلى اتفاق أو تصل إلى توافق فيما بينها.